السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل معكم غدات chapter 12 اللي هو shear strength of soil، ونجي إلى موضوع ال inclination of the plane of failure caused by shear أو ميلان منحني الفشل بالنسبة إلى القصر. مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة بالنسبة إلى more common failure criterion. بالنسبة إلى more common failure criterion، الفشل يحصل عندما الشير ستريس المتولد داخل التربة على بلين معين يصل إلى قيمة معطاة بإكويشن 12-10. إكويشن 12-10 اللي هي المعادلة العامة للفشل بالقص، اللي هي معادلة more common failure criterion اللي يقول إنه tau f tau at failure يساوي C داش زائد سيجما داش تان فاي داش. عندما يوصل قلنا انه الشير ستريس المتولد على مستوى معين الى هاي القيمة يحصل الفشل. طيب الان موضوعنا هو ايجاد الميلان او زاوية الانحراف او الزاوية اللي يميل بها مستوى الفشل عن الميجر برينسيبال بلين. طيب خلينا نروح الى هذا الشكل. هذا الشكل يبين لي فد اليمنت بالماده، اليمنت بالتربه معرض الى اجهادات خارجيه مقدارها سيجما 1 داش وسيجما 3 داش اللي هي بدورها هذه هي البرنسبال ستريسز. سيجما 1 هو الميجر برنسبال ستريس وسيجما 3 هو الماينر برنسبال ستريس، على اعتبار انه الاسطح الخارجيه او المستويات الخارجيه هي معرضه الى بيور نورمال ستريسز، هي ليست معرضة إلى شير ستريس، وبذلك يكون الإشهادات المسلطة هي نفسها البرنسبال ستريسز. طيب أيضا في هذا الشكل المستوي إي إف يميل بزاوية مقدارها ثيتا. الآن أنا أريد أوجد قيمة الزاوية ثيتا هذا. لو أجيت أرسم المور كولوم سيركل والفيلر كرايتيريون المتمثل بالمعادلة اللي هي تاو اف تساوي سي داش زائد سيجما داش في تان فاي داش، راح نشوف انه خط الفشل اللي هو اف جي اتش راح يكون بهالصورة هذه. طبعا للمعلومات الإضافية انه السي داش او السي في حالة كون التوتال ستريسز هي المسافة العمودية من نقطة التقاء الخط خط الفشل مع الواي اكسس، هذه هي قيمة السي. كذلك قيمة الفاي هنا هي زاوية فاي هي زاوية انحراف الخط المستقيم هذا مع الافق. انه فاي داش في هذه المعادلة هي نفسها اقدر في هذه المعادلة اقدر احصل عليها من انحراف الخط هذا عن الافق. طيب نرجع هنا قلنا انه سيجما 1 والسيجما 3 ايضا معلومات، لذلك اقدر ارسم المور سيركل. الاي بي هنا بالنسبه الى المور سيركل تمثل لي الميجر برنسبال بلين، ليش؟ لانه سيجما 1 هي الميجر برنسبال ستريس، لذلك يكون الاي بي هو الميجر برنسبال بلين. في هذا الرسم نقطة دي هنا تلاحظون انه هي نقطة مشتركة بين الخط المستقيم هذا خط الفشل ودائرة مور. بالحقيقة احداثيات هاي النقطة هي السيجما ان والتاو ان اللي تكون تتولد على المستوي اي اف اللي يميل بزاوية ثيتا. المستوي هذا مالتنا اللي يميل بزاوية ثيتا تولد عليه اجهادات نتيجة الاجهادات الخارجيه. هاي الاجهادات اللي تولد على الاي اف اللي هي طبعا اجهادات داخليه قيمتها اقدر احصل عليها من خلال احداثيات نقطه دي. هنا احداثيات نقطه دي هي بالحقيقه تنتمي او الاجهادات المتولده في المستوي اي اف هي تنتمي الى خط الفشل وتنتمي ايضا الى الدائره، لذلك انه خط تماس
او الخط المماس او نقطة تماس الخط هذا مع الدائرة تمثل لي اجهادات نقطة الفشل اللي تكون على مستوى الفشل. طيب الزاوية هذه الزاوية اللي هي BAD هي بالحقيقة 2 ثيتا اي مرتين بقدر الزاوية اللي يصنعها الـ EF مع الـ Major Principal Stress. هاي اخذناها بالمحاضرة السابقة. طيب من خلال العلاقات المثلثية هاي الـ 2 ثيتا شو تساوي؟ لو اجي اقسمها الى 90 درجة زائد انت الزاوية هذه، هاي الزاوية العمودية هي بالحقيقة نفس الزاوية الفا او عفوا زاوية فاي، هاي نفس الزاوية فاي او فاي داش. لذلك قيمة 2 ثيتا تساوي 90 زائدا فاي. عندك 2 ثيتا تساوي 90 زائدا الفاي او الفاي داش، واذا عدنا نقسم الطرفين على 2 راح تكون قيمه الثيتا تساوي 45 زائدا الفاي داش على 2. هذه حفظ المعادله 12-10 اللي تحفظها. هي بسيطه انه زاويه ميلان مستوى الفشل تساوي دائما 45 درجه زائدا قيمه زاويه الانحراف على 2. الطريقه او هالمعادله اقدر اعرف زاوية ميلان منحني أو زاوية ميلان مستوى الفشل إذا كنت أعرف قيمة الفاي أو زاوية الاحتكاك بين جزيئات المادة. طيب إحنا حكينا في هذا الفصل عن السي والفاي والسي داش والفاي داش بصورة مكثفة. الآن راح نجي ناخذ الطرق أو الفحوصات المستعملة لإيجاد هاي القيمتين. هاي القيمتين السي والفاي أسميهم عادة بالشير سترينث بارامترز أو معاملات القص. حتى أوجد معاملات القص هذه السي والفاي عندي مجموعة من الطرق أو الفحوصات، منها الدايركت شير تيست، تراكسيال تيست، دايركت سمبل شير تيست، البرين سترين تراكسيال تيست، والتورشنال رينج شير تيست. أنا اللي يهمني فقط الدايركت شير تيست والتراكسيال تيست، راح اخذهم بالتفصيل في هذا الفصل. بالنسبه الى الدايركت شير تيست او ما يسمى بالشير بوكس تيست، دايركت شير تيست او فحص القص المباشر، في هذا الفحص طبعا هذا الفحص يعتبر من اسهل واقدم ايضا الفحوصات المستعمله لايجاد معاملات القص. في هذا الفحص استعمل مجموعه من الادوات لاجراء هذا الفحص. من ضمن هذه الادوات عندي المفروض فد بوكس معين، فد بوكس معدني. هذا البوكس عاده يكون ذو مقطع مربع بابعاد تكون يعني متغيره الابعاد مو ثابته، احيانا تكون 50 في 50 ابعاد المقطع 50 ملم طبعا، او 100 ملم في 100 ملم. الارتفاع يكون ثابت عاده 25 ملم او 1 انش. واحيانا اخرى استعمل شير بوكس ومقطع دائري ايضا بابعاد مختلفه. هذا البوكس هذا الصندوق طبعا توضع به التربه المراد فحصها، توضع في هذا الصندوق. الصندوق نفسه هذا البوكس هو منقسم الى جزئين، قسم علوي وقسم سفلي، بحيث يسمح بحركة الجزء العلوي نسبة الى الجزء السفلي. طبعا هو هذا هو الشير نفسه، الشير تعريف العام له انه هي الحركة النسبية بين 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 اجزاء المادة relative displacement اللي تكون بين اجزاء المادة. لذلك احنا هنا جاي نسوي عملية او جاي نولد قوى شير بحيث تكون عندي حركة نسبية أو حركة جزء معين من هذا الشير بوكس نسبة إلى الجزء الآخر، طبعا بتسليط شير فورس على البوكس هذا نفسه، شير فورس على البوكس نفسه. أيضا بالإضافة إلى تسليط الشير فورس أيضا عندي نورمال فورس. نورمال فورس هذا أحصل عليه من خلال وضع أحمال أو أثقال
اعلى هذا البوكس، لذلك راح تكون التربه معرضه الى شير فورس ونورمال فورس. انا عندي صوره اوضح لاجزاء الجهاز المستعمل لاجراء تجربه الشير بوكس. خلي اخذها هنا شويه اوضح. في هذه الصوره هذا هو البوكس مالتي. بوكس كنا مثل ما قلنا يتكون من جزئين، جزء اعلى وجزء اسفل. هنا مجموعه من البروبنج تولز، يعني اجزاء المساعده اللي توضع اسفل واعلى نموذج التربه، يعني لغرض تصريف المياه. هذا هو الجهاز عندي هنا. الجهاز يتكون من فد كونتينر، هذا الكونتينر توضع داخله هذا البوكس، البوكس اللي موجود بنموذج التربه. وهذا الذراع هنا، طبعا الذراع هذا يسلط قوه عموديه على البوكس نفسه هذا من خلال وضع اثقال بالاسفل. طبعا هذه مجموعه من الاذرع اللي تنقل الاثقال هذه الى اعلى النموذج، لذلك هذا هي النورمال فورس المسلطه على النموذج نفسه. عندي هنا فد موتور يولد لي الشير فورس. الشير فورس هنا المتولده عباره عن قوه افقيه. هذه القوه الافقيه تدفع البوكس نفسه هذا. عندي ايضا بالاضافه الى ذلك عندي هنا فد ذراع يكون هذا مربوط بالجزء الاعلى، يكون مربوط بهالجزء هذا، الجزء الاعلى من الشير بوكس. هذا الذراع هنا عندي مربوط بالجزء الاعلى من الشير بوكس، وبدوره هذا الذراع مربوط بهذا الرينج، هذا الرينج. وايضا عندي هنا دايل جيج للقياس. هذا الرينج يقيس لي الشير فورس المسلطه هنا. يعني انا اولد شير فورس هنا، هذا الشير فورس راح يدفع الكونتينر هذا اللي موجود بالبوكس. واللي قاوم الدفع طبعا شنو هو؟ اللي قاوم الدفع هو الذراع المربوط بمن؟ بالجزء الاعلى من الشير بوكس. فبذلك انه هذا الجزء الاعلى راح يكون ثابت، واللي يقرا رده الفعل، طبعا رد الفعل هنا هو مقياس للشير فورس المسلط، اللي يقرا رد الفعل هنا هو هذا الرينج وايضا الدايل جيج اللي يقيس لي او يحسب لي الشير فورس المسلطه هنا. فبذلك راح يكون عندي الجزء الاعلى هو الثابت، والجزء الاسفل بواسطه حركه هذا الذراع راح هو يكون الجزء المتحرك. ايضا بالاضافه الى الرنج هنا والدايل جيج اللي يقرا لي الفورس، ايضا عندي المفروض عندي دايل جيج هنا اوضح، عندي دايل جيج اخر افقي يقرا لي ايش قد الازاحه المتولده نتيجه تسليط الشير فورس الاتجاه هذا. وايضا عندي دايل جيج اخر يقرا لي ايش قد صار عندي تغير بارتفاع النموذج اثناء الرأس، لانه ايضا النموذج هنا مو فقط التغير راح يكون بالاتجاه الافقي، ايضا راح يكون عندي ارتفاع او انخفاض في ارتفاع النموذج. هاي بالنسبة إلى الأجزاء المكونة لجهاز الشير بوكس تيست. هنا أيضا واضحة، هذا هو البوكس اللي به نموذج التربة. هنا عندي ظاهر جزء من الذراع اللي تدفع لي الكونتينر هذا، وهنا أنا أيضا عندي الدايل جيج مثل ما قلنا اللي يقيس الارتفاع أو التغير بالارتفاع بالنسبة إلى النموذج. هذا دايل جيج اخر يقيس لي ايش قد يتحرك هذا الكونتينر بالاتجاه الافقي نتيجه دفع الشير فورس هنا، وهذا الدايل جيج يقيس لي ايضا ايش قد قوه ولدتها انا هنا كشير فورس هنا تسجل من خلال هذا الدايل جيج. طيب هذا الفحص يتم حقيقه بطريقتين، طريقه اما هي تعتمد على او بواسطه ستريس كنترول تيست
او strain control test. بالنسبة الى stress control test هنا من الاسم انه الفورس نفسها هذه الفورس اللي اسلطها من الجانب الاخر بواسطة الموتور هذا هذه اسلطها ب equal increments باجزاء متساوية بينما في strain control الستريس اللي تسلط هنا تسلط على اساس انه يشير ديسبليسمنت يعني اللي احسبه هنا هو الشير ديسبليسمنت ايش قد تحرك البوكس خلال عمليه تسليط القوة هنا هاي الشير ديسبليسمنت هي اللي تكون ثابته شير ديسبليسمنت او ايش قد تتحرك ذراع تسليط القوة قوة القص هي اللي تكون ثابته اذا عندي اما ستريس كنترول انه الانكريمنت اللي اسلطها كقوة تكون ثابته او سترين كنترول اللي هو بالحقيقه الشير ديسبليسمنت المسلط يكون ثابت اذا مثل ما قلنا احنا هنا راح نقيس ريزيستنج شير فورس ونقيس ايضا الديسبليسمنت بواسطه الدايل جيج الاتجاه الاعلى والاتجاه الافقي طيب لو اجي الى هذا الرسم هذا الرسم يمثل لي فد نتائج حصلت عليها من خلال فحص الشير بوكس هذا الرسم بي شنو بي عندي الشير ستريس المسلط بواسطة ما قلنا الذراع الافقي وعندي الشير ديسبليسمنت المحسوب بواسطة الدايل جيج لنوعين من التربة النوع الاول هو دنس ساند رمل كثيف والنوع الثاني هو اللوز ساند اللي هو رمل ضعيف لو اجي احلل المنحنيات هذه ايش راح اشوف انه بالنسبه الى الدنس ساند المنحني هذا راح يبدي يزايد انه بتسليط الشير ستريس راح يزيد عندي اعتيادي الشير ديسبليسمنت راح يبدي يزيد عندي الشير ستريس والشير ديسبليسمنت الى ان اوصل الى مرحله معينه هذه المرحله اسميها البيك شير سترينث اللي هي اعلى شير سترينث ممكن اسلطه على نموذج تور بعد هاي النقطه راح الاحظ انه المنحني هذا يبدي بالنزول ينزل الى فد مستوى معين بعد هذا المستوى راح يبقى المنحني ثابت لانه بزياده الشير ديسبليسمنت الشير ستريس راح يبقى ثابت هاي النقطة هنا أنا تمثل لي الالتيميت شير سترينث او احيانا اسميها ريزيدوال شير سترينث اللي بيها مثل ما قلنا قيمة الشير سترينث تبقى ثابتة بزيادة الشير ديسبليسمنت هاي بالنسبة الى المنحني اذا كان عندي دنس عندي مرحلتين مرحلة البيك شير سترينث بعدها راح يبدا عندي مرحلة الالتيميت شير سترينث طبعا التاو فيلر بهاي الحاله اخذها ما اخذها من الالتيميت شير سترينث اخذها من البيك شير سترينث اي انه قيمه التاو اف راح تكون عندي قيمه البيك شير سترينث هاي بالنسبه الى الدنس ساند بالنسبه الى اللوز ساند هنا الشغله انه راح تكون لا راح تكون عندي زياده بالبدايه يعني الشير ديسبليسمنت والشير ستريس راح يزيدون بالبدايه الى ان يصلون الى مرحله معينه هذه المرحلة أسميها أيضاً راح نعطيها اسم اللي هي Ultimate Shear Strength في هذه المرحلة راح يبدي عندي المنحني يصير Constant أي أنه بزيادة Shear Displacement أيضاً راح يثبت عندي Shear Stress هاي إذا كان عندي لوس فإذا الفرق بين تصرف الرمل الكثيف عن تصرف الرمل الضعيف هو انه الرمل الكثيف او الدين ساند راح يكون عندي مرحلتين للتحميل بينما اللوز ساند راح يكون عندي مرحله واحده. طيب هاي بالنسبه الى الشير ديسبليسمنت او
يعني الديسبيسمنت اللي يكون بالاتجاه الافقي. ايضا بالنسبه للديسبيسمنت اللي يكون بالاتجاه العمودي تشينج ان هاي اوف سبيسيمن، طبعا هو تشينج التغير في ارتفاع النموذج هو نفسه الديسبيسمنت اللي يكون بالاتجاه العمودي. ايضا عندي اختلاف بين الدنس ساند واللوس ساند. فبالنسبه الى الدنس ساند راح بالبدايه يصير عندي كومبريشن، راح يصير عندي تقليل بارتفاع النموذج، ارتفاع النموذج راح يقل قليلا في بدايه الفحص، في بدايه الشوت ديسبيسمنت يكون عندي كومبريشن، بعدها لا راح يبدي عندي يرتفع النموذج. طبعا هاي كلها نتيجه تحميل نتيجه تسليط الحمل الشير ستريس ونتيجه التغيرات اللي تصير في مستوى الفشل. طبعا مستوى الفشل هنا هو المستوى الافقي اللي بينقسم النموذج الى قسمين علوي وسفلي. هنا راح يصير عندي مجموعه من التغيرات في تركيب او ترتيب التربه الموجوده في هذا المستوى، فراح اما يرتفع او ينخفض بالاعتماد على كثافه التربه الموجوده داخل البوكس هذا. فمثل ما قلنا اذا كانت التربه كثيفه راح تبدي بالبدايه عندي انخفاض في ارتفاع النموذج، انخفاض طبعا طفيف، ثم بعد ذلك يزيد عندي الارتفاع الى ان يوصل الى فد مستوى ثابت ايضا ما راح يتغير كثيرا بتغير الشير ديسبيسمنت. هاي بالنسبه اذا كان عندي دنس ساند. اما اذا كان عندي لوس ساند فهنا المرحله هي كلها عباره عن مرحله كومبريشن، اي مرحله تقليل بالارتفاع، مرحله انه الارتفاع مالتي راح يبدي يقل ويستمر بالنقصان هذا الى ان يوصل ايضا الى مرحله معينه راح تقريبا يثبت عندي الارتفاع بتغير الشير ديسبيسمنت. هاي بالنسبه الى الديسبيسمنت او التغيرات الحاصله في نموذج التربه بالاتجاه الافقي والاتجاه العمودي. طبعا هاي التغيرات، التغيرات العموديه، تغيرات بالارتفاع، وحقيقه سببها التغير اللي يصير عندي بالفويد ريشيو، يعني على الاقل في مثل ما قلنا في المنطقه اللي يكون بها شير ستريس او اللي يتولد بها شير ستريس اللي هي مرحله او منطقه الفصل بين الجزئين العلوي والسفلي. فبالنسبه الى اللوس ساند، طبعا اللوس ساند مقارنه بالدنس ساند في المرحله الابتدائيه قبل تسليط اللود اعتيادي الفويد ريشيو بالنسبه الى اللوس ساند يكون عالي. يعني اذا رسمنا الفويد ريشيو راح اللوس ساند يبدي من قيمه اعلى بكثير من الدنس ساند. هاي القيمه بالنسبه الى اللوس ساند مع الشير ديسبيسمنت راح تبدي تقل، اي انه هذه الحركه اللي راح تصير راح تسبب الى اعاده ترتيب جزيئات التربه، فراح تمتلي بعض الفراغات فراح يقل عندي الفويد ريشيو. لاحظ انه المنحني هنا جاي يبدي يقل الى ان اوصل الى فد خط معين او نقطه معينه. على العكس من ذلك اذا كان عندي دنس ساند، دنس ساند طبعا مثل ما قلنا الفويد ريشيو مالته قليله. بالحركه راح يصير عندي تخلخل بهاي الجزيئات، راح الجزيئات تتغير مكانها. الاورينتيشن للجزيئات هذه راح تتغير اثناء الحركه. فراح يكون عندي مثل ما قلنا تخلخل، راح تبدي الفويد ريشيو تزيد. راح تبدي تزيد الى فد نقطه معينه، ايضا طبعا النقطة هذه النقطة راح تلتقي مع النقطة اللي تنتهي بها اللوس ساند، أي أنه الفويد ريشيو بالنسبة إلى اللوس ساند وبالنسبة إلى الدنس ساند في مرحلة معينة من مراحل التحميل راح يكونون متساويين بالقيمة. قيمة الفويد ريشيو هنا راح تكون متساوية بالنسبة إلى اللوس ساند وبالنسبة إلى الدنس ساند. هنا ايضا من المهم ان نذكر انه في حاله كون عندي دراي ساند،
انه اعتيادي سيجما يساوي سيجما داش، لانه ما عندي رطوبه على النموذج هو جاك، لذلك انه التوتال ستريس تساوي الافكتيف ستريس. كذلك السي او السي داش تساوي صفر، اذا قيمه الكوهيجن بالنسبه الى الدراي ساند تساوي صفر، هاي خليها ببالك. بما انه قيمه السي تساوي صفر فراح تكون عندي المعادله، طبعا المعادله الاصليه هي التاو اف تساوي سي زائد سيجما داش في تان باي داش، مع انه سي تساوي صفر، فالمعادله راح تبسط الى الصيغه تاو اف تساوي سيجما داش في تان باي داش، على اعتبار انه سي بالنسبه الى الرمل تساوي صفر. لذلك فانه الفريكشن انجل فاي داش راح تساوي تان انفيرس تاو اف في سيجما داش، اي انه اذا رسمت العلاقه تاو اف تساوي سي في تان فاي اللي راح تكون بهالشكل هذا، بهالشكل هذا او بهذا الشكل، والخط مستقيم راح تبدا من الصفر لانه قيمه السي هنا تساوي صفر، فاخذ اي 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 قيمه على هذا الخط واشوف الاكس والواي مالتها واوجد من خلالها قيمه الزاويه او تان انفرس لقيمه الزاويه، اقدر احصل قيمتها من خلال اخذ اي نقطه على هذا الخط المستقيم. هذا فالتيبيكال values لمجموعة من القيم اللي وجدوها من خلال الفحص، وفي طبعا مرحلتين هنا، في مرحلة انه الفاي هنا هي فاي اللي هي at failure المأخوذة من خلال التاو at failure، او الفاي هنا تكون من خلال الفاي ultimate المأخوذة من خلال التاو ultimate، كما قلنا عندنا تاو فيلر وتاو التيميت خلال هذا الرسم، سعيد عليكم. هذه هي التاو فيلر وهذا هو التاو التيميت اللي هنا بيك شير سترينث والتيميت شير سترينث، فرسمي لي المرحلتين هذه وكانت القيم بهالصوره هذه، هاي فقط للقيم للتوضيح. طبعا الفحص، فحص الشير بوكس يتم من خلال تغيير في قيمة النورمال ستريس، يعني اخذ ثلاث اربع محاولات لنفس النموذج لنفس الكثافة ونفس ظروف الفحص، وفي كل مرة من هاي ثلاث اربع مرات المتغير هنا هو قيمة النورمال ستريس، في كل مرة اخذ ازيد النورمال ستريس، مثلا المرة الاولى اخذ 10 كيلو غرام خليها، الثانية 15 20 25 وهكذا، وفي كل مره راح اسجل في قيمه شير ستريس مختلفه وشير ديسبيسمنت ايضا مختلفه، فمن خلال هاي القيم اقدر ارسم خط الفشل واوجد السي والفاي لنموذج التربه مالتي. في هذا الفحص عندي مجموعه من الادفانتجز والديسادفانتجز اللي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، فمثلا من ايجابيات هذا الفحص انه هو سمبل بسيط سريع و اكسبانسيف تيست، يعني هو غير مكلف لانه يتم داخل ظروف المختبر، وكذلك هو يستخدم لمعرفه السي والفاي بالنسبه الى الكوهيسيف والكوهيجنلس سويل. الكوهيسيف سويل اللي هي التربه الطينيه التربه الغريانيه، هاي اسميها كوهيسيف سويل. الكوهيجنلس سويل اللي هي التربه الرمليه او التربه الحصويه، لكل انواع التراب اقدر استخدم هذا الفحص، لكن بالغالب يستعمل هذا الفحص لحساب السي والفاي للتربه الرمليه على وجه الخصوص، انه التربه الطينيه صحيح اقدر استخدمه، لكن عندي طرق اكثر دقه راح اخذها بعدين في معرفه السي والفاي لهذه التراب. هاي بالنسبه للادفانتجز. بالنسبة للسلبيات disadvantages بالنسبة إلى هذا الفحص، أنه أنا أحسب الشير ستريس على أساس أنه مساحة المقطع، يعني مساحة المقطع شقد 100 مليمتر في 100 مليمتر أو 50 في 50 وأحسب على أساسها الشير ستريس، لكن بالحقيقة هذه المساحة هي متغيرة أثناء الفحص، لأنه راح يصير عندي حركة نسبية راح يندفع
الجزء العلوي نسبة إلى الجزء السفلي راح تتغير عندي هاي المساحة. بالحسابات هذا التغير ما راح يدخل بنظر الاعتبار، لذلك أكو فد نسبة خطأ بهذا الفحص. أيضاً بالنسبة إلى الدايركشن واللوكيشن أوف فيلر بلين، يعني هو ثابت. أنا هنا أنا حددت مستوى الفشل بالمستوى الأفقي اللي يفصل بين الجزئين، لكن هو بالحقيقة بالتراب بالطبيعة مو شرط يكون هذا هو مستوى الفشل. يعني هنا مستوى الفشل زاوية الميلان مالته هي صفر أو اللي هو هوريزونتال بالنسبة إلى الفورس المسلطة. لذلك هاي الحالة تكون هي إحدى سلبيات هذا الفحص. أيضاً النقطة الثالثة أنه الصور هي confined، هي محصورة. أحياناً هذه الصفة ما تكون بالتراب الطبيعية، وإذا كان عندي التربة على سلوب معين فأيضاً ما تمثل لي الأجواء الحقيقية للتراب. وكذلك الـ drainage condition، أي أنه تصريف المياه، يعني ما راح نقدر نتحكم به بصورة مثالية، وأيضاً ما راح نقدر نحسب البور ووتر درجة اللي هي تكون داخل نموذج التربة. هاي هي أبرز الأدفانتجز والديسأدفانتجز بالنسبة إلى فحص الشير بوكس تيست. نأخذ مثال. Following are the results of four drain direct shear test on an over consolidated clay. عندي over consolidated clay وسويت عليه فحص الشير بوكس أربع مرات. في كل مرة قلنا التغير اللي يصير هو تغير النورمال فورس، أي مقدار الأحمال اللي أسلطها عموديا على النموذج. عندي نعطيني diameter of specimen 50 مليمتر، أي أستنتج هنا أنه مقطع الشير بوكس هو مقطع دائري مو مربع، والهايت of specimen هي 25 مليمتر إنج واحد. وأريد رسم الشير سترينث والريزيدوال شير سترينث. مثل ما قلنا هنا جدول عندي تيست نمبر 1 2 3 4 في كل مره عندي نورمال فورس. طبعا هذا النورمال فورس بتغيره راح يتغير عندي الشير فورس المسلط والريزيدوال شير فورس. فالشير فورس بالبدايه 157 بالنيوتن منظمية، راح يبدي عندي يزداد كل ما زيدت النورمال فورس راح يزداد عندي الشير فورس ات فيلر. الريزيدوال شير فورس ايضا راح يزداد. طيب هنا انا نعطيني الشير فورس، انا الحقيقه احتاج الشير ستريس، ومعطيني ايضا النورمال فورس واللي احتاجه هو ايضا النورمال ستريس. حتى ارسم احتاج ستريسز. طيب حتى اوجد الستريسز بوجود الفورسز لازم عندي الاريا. الاريا هنا معلومه كنصف قطر السبيسيمن، ذلك مساحه السبيسيمن هو هذا الرقم بالمتر المربع. الان اجي احول الفورسز الى ستريسز بالنسبه الى النورمال فورس بالنيوتن، واوجد له النورمال ستريس اللي هو البي 150 على هذا الرقم 0019 الى اخره. لكن هنا أنا ايضا احول نيوتن الى كيلو نيوتن. انا دائما اهتم بالوحدات، يعني اولا لازم توحد الوحدات، اما تاخذها كلها نيوتن على متر مربع او اذا تتحول من نيوتن الى كيلو نيوتن، طبعا لازم هذه تقسمها على الف تصير 0.15 مقسم على هذا الرقم، يصير عندك النورمال ستريس للاربع محاولات. ايضا البيك شير فورس ايضا مقسم على مساحه النموذج، مساحه مقطع النموذج هذا اس بي اوفر اي، والوحدات ايضا خلي بالنا منها. والريزيدوال شير فورس ايضا هنا المفروض حتى اوجد الستريسز قسمها على المساحه. طيب اجي هنا اخلي المحاور مالتي مثل ما قلت، المحاور هي عباره عن الشير ستريس بالمحور واي والمحور اكس يمثل الافكتيف نورمال ستريس. بالنسبه الى
الشير ستريس او البيك شير ستريس مع النورمال ستريس راح يكون عندي، يعني استخدم هاي القيم اللي خليتها بالجدول، ارسم بين البيك شير ستريس والنورمال ستريس، راح يكون عندي هذا الخط بهاي النقاط. طبعا بالبدايه من اخلي النقاط احاول انه الخط اللي ارسمه يمر بالنقاط او يمر بين النقاط، اذا كانت النقاط واقعه تماما على خط مستقيم فالخط هذا راح يمر على النقاط، اذا كانت لا شويه النقاط متباعده يعني مثل الرسم اللي هنا الخط هذا هو ما مار في كل النقاط لكن هو مار بين النقاط، اي انه البيست فيتد لاين، احنا اخذنا البيست فيتد لاين اللي هو افضل خط يمر بين النقاط اللي يمثل لي خط النقاط، فهنا تقريبا هو مار بالنقاط، فاذا عندي هذا الخط اللي يمثل لي التاو ات فيلر او البيك شير ستريس. الخط الثاني اللي امرره بالنقاط اللي تمثل لي الشير ستريسز ات ريزيدوال او الشير ريزيدوال شير ستريسز اللي مرسومه مع النورمال ستريس اللي هي سيجما داش، وامرر هذا الخط بين النقاط، راح اشوف انه هذا الخط بالنسبه الى الاوفر كونسوليديتد كلي الريزيدوال شير ستريسز راح يمر بالنقطه صفر، اي انه قيمه السي، قيمه السي كوهيجن بالنسبه الى الاوفر كونسوليديتد كلي فور اول اوفر كونسوليديتد كلي ذا ريزيدوال شير ستريس كان بي اكسبريسد از تاو ريزيدوال يساوي سيجما داش تان فاي داش، اي انه قيمه السي تساوي صفر. ما تلاحظون انه ما عندي موجوده قيمه السي، وهذا الشيء واضح من خلال الرسم انه خط المار بالنقاط هو يمر بالنقطه صفر، اي انه قيمه السي تساوي صفر، بينما بالنسبه الى البيك شير ستريس اشوف انه هنا قيمه للسي، قيمه السي هذه قلنا احصل عليها من خلال معرفه النقطه اللي يتقاطع بها الخط المستقيم مع الواي اكسس، اجي احسب من الصفر الى هاي النقطه ايش قد هي 40، فاذا السي داش هي 40 كيلو نيوتن على المتر المربع. ذلك المعادله مالتي بالنسبه الى البيك سترينث راح تصير تاو اف هي كيلو نيوتن على المتر المربع، راح تصير 40 اللي هي قيمه السي زائد سيجما داش في تان فاي، حتى اوجد الفاي هذه اللي هي انا 27 فمثل ما قلت اخذ اي نقطه على هذا الخط، اي نقطه على هذا الخط انا اريد اوجد ميلان هذا الخط، فتان تان انفرس لهذه القيمه اللي اخذها هنا على اي نقطه من هذا الخط راح اقدر اوجد معناتها زاويه ميلان الخط المستقيم هذا، فهنا الزاويه هي 27 درجه بالنسبه الى البيك سترينث وبالنسبه الى الريزيدوال سترينث هي 14.6. هذا المثال يوضح لي خطوات حل او كيفيه التعامل مع نتائج الشير بوكس اللي اجريها بالمختبر، وشكرا جزيلا لكم.